بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله بيان من الديوان الملكي ببالغ الاسى والحزن ينعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود اخيه وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الذي انتقل الى رحمه الله تعالى فجر هذا اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر ذي القعده لعام 1432 للهجره خارج المملكه اثر مرض عانى منه يرحمه الله وسيصلى عليه ان شاء الله بعد صلاه العصر من يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر ذي القعده لعام 1432 للهجره في مسجد الامام تركي بن عبد الله بمدينه الرياض. واذ يعلن الديوان الملكي ذلك لا يعزي الشعب السعودي في الفقيد سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يجزيه خير الجزاء لما قدمه لدينه ووطنه انا لله وانا اليه راجعون